الاتصال اللي قدام حضرتك فيها المايه دي اللي واصله ما بين القناه القديمه والقناه الجديده اللي هي قدام حضرتك. القناه الجديده دي طولها يا فندم 35 كيلو، يعني مش قناه موازيه. القناه القديمه بتاعتنا بتبدا من البحر المتوسط البحر الاحمر بطول 162 كيلو، تمام؟ دي 35 كيلو بس، يعني بتتقابل مع القناه القديمه في نقطه وبتتقابل معاها في نقطه ايه؟ نهايه. بدايتنا فن في اتجاه الشمال اتجاه بورسعيد، اللي راح قبل كده الانطره، قبل الانطره قبل كوبري السلام مكان اسمه تفريعه الفلاح، بتبدا قناه سويس وبتنتهي في اتجاه جنوب الاسماعيليه في مكان اسمه تفريعه الدفرسوار عند البحارات المره. طبعا في ناس كتير سمعت عن الدفرسوار، لا الصغره والكلام ده، تمام؟ طول 35 كيلو ونص بالظبط يا فندم. عندي تفريعه